تهني يا بلادي في ظلال البرق المنصور، عسى اللي ما يحبك ويتفانى في رضاك فدا. تهني يا بلادي في ظلال البرق المنصور، عسى اللي ما يحبك ويتفانى في رضاك فدا. عسى اللي ما يحبك ويتفانى في رضاك فدا. أعزائي المشاهدين، يتواجد معنا الآن صالح الفرسجي رئيس التراث الشعبي لعنيزة. مرحبا بك أخوي صالح. يا مرحبا، أهلا وسهلا، يا حياك الله أخوي صالح. نرحب فيك معنا أولا في قناة المرقاب، ثانيا نبي كلمة منك عن الأعمال اللي تقومون فيها بالمهرجان. والله المهرجان طبعا حنا أولا هذه ثاني سنة بالنسبة لنا، والحمد لله أننا حققنا السنة اللي فاتت، حققنا نجاح وجمهور ورضا المسؤولين. نقدم حنا طال عمرك العرضة السعودية، نقدم السامري اللي هو سامري عنيزة، اللي هو طبعا فيها الحركات، فيها التمايل، اللي هو قوم وجلسة، والحوطي والناقوز، هذه من الأشياء من الأساسيات والرسميات اللي حنا نقدم. أحيانا نلف على بعض فرق اللي هو ألوان المناطق الأخرى حسب استطاعة المجموعة من الشباب. طيب هل يطلب منكم شيء معين هنا بالمهرجان، ولا انتم بس تقومون باي شيء لون من الالوان اللي انتم تقومون فيها، ولا يطلب منكم لون معين انتم لابد تأدونه؟ والله احنا طبعا بالبدايه نبدا من عندنا، هم نحاول اننا نقدم على لون لون لون، بحيث انه نشوف تفاعل الجمهور ورضاهم، وهم بعد هذا نركز على اللون اللي نشوف الجمهور حريصين عليه يبونه. كم مدة العرضة اللي انتم تقدمونها؟ والله بالنسبة للعرضة السعودية ما لها وقت، يعني ممكن تخليها 10 دقائق، ممكن تخليها ساعة بالنسبة للعرضة، لكن بالنسبة للفنون اللي الفنون الأخرى مثل السامري والحوطي والنقوز يعني ياخذ ما بين 5 دقائق إلى 7 دقائق بس. طيب كيف تشوف الجمهور مع تفاعلها مع العرضة ولا مع النقوز ولا مع السامري؟ أي أكثر تفاعل من الجمهور مع الفنون تقومون فيها؟ والله بالنسبة للعرضة السعودية رغبة الجميع، في يجيك من بعده اللي هو طبعا خبر الشباب هالحين والناس شغلهم على السريع، يحبون الخفيف الراقص المتمايل، فحنا نركز على الناقوز، لأن الناقوز نشوف أن الناس كثيرا ما ترغبوا. في ناس معينين لما يشوف السامري اللي هو سامري عنيزه يطلب اننا نعيده، لانه في حركات، والحركات جماعيه، الحركات الجماعيه هذه هي اللي تبهر المشاهد. طيب اولا شاكرين لك ظهورك معنا، ثانيا احنا نبي نشوف معكم لقطات من النقوز والعرضه والسامري مش يعني. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. والحقيقه قناه المرقاب ما تحتاج نار، على من فوقه نار، يعني ما تحتاج، الله يرضى، شهاده نفتخر فيه. الله يخليك، شكرا. هلا بك. اعزائي المشاهدين، يتواجد معنا احد ضيوف هذا المهرجان، نرحب فيك معنا. هلا مرحبا، نتعرف عليك. رايد المطيري. مرحبا اخوي رايد. اخوي رايد، كيف تشوف المهرجان والفعاليات المصاحبه مع هذا المهرجان؟ الفرق كبير والله، الفرق كبير زي ما تشوف، متطور بالحيل عن العام، ونشكرهم. من بغيت العيادات الصحيه، ومن بغيت الترفيه بانواعه، ومن بغيت المسارح وكل شيء، الحمد لله، والثقافه والشعر بشكل عام. شكرا على تواجدكم. هلا مرحبا، حياك. اعزائي المشاهدين، يتواجد معنا احد الزوار هذا المهرجان، نرحب فيك معنا بقناه المرقاب. يا هلا وغلا. الله. نتعرف عليك. سلطان العطاوي. ونعم اخوي سلطان العطاوي. سلطان، كيف تشوف المهرجان والفعاليات المصاحبه؟ والله نشكر، اول شيء نشكر الله سبحانه وتعالى، ثاني شيء نشكر ولاة الامر. تنظيم من احسن ما يكون، ما شاء الله تبارك الله، ونقول عساهم ان شاء الله في اطيب لاطيب. زرت المهرجان قبل كذا ولا هذه اول مره؟ اول مره نسمع، لكن اليوم حضرنا عشان نشوف، ما شاء الله تبارك الله.
طيب العام الماضي زرت؟ لا والله هذه اول مره زياره لي. طيب ان شاء الله ما تكون الاخيره ونتشرف معك باذن الله. الله يعطيكم العافيه وبيضره ويجيهكم. شكرا والله يقويكم ان شاء الله. يا هلا والله. أعزائي المشاهدين، نحن الآن نتواجد داخل مكان ومقر عيون الصحراء للبحث والإنقاذ الأشخاص المفقودين، ويسعدنا أن يتواجد معنا أحد أعضاء هذه العيون الصحراء للإنقاذ. نتعرف عليه. يا أهلا وسهلا أخوك عبد العزيز العبودي، عضو فريق عيون الصحراء للبحث والإنقاذ. أخوي عبد العزيز، وش الأعمال اللي أنتم تقومون فيها؟ مايك معك وانت تكلم لنا كامل عن جميع الاعمال اللي تقومون فيها، ولا وهل هي تطوعيه ولا ماديه ولا كيف تقومون؟ نحن مبادره انسانيه من صاحب السمو الملكي نايف بن ماجد بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله. فريق تطوعي انساني يساند الجهات الحكوميه والمختصه في البحث عن المفقودين في الصحراء عبر نخبة من خبراء الصحراء وقصاصي الأثر وفق عمل مؤسسي منظم. تواجدنا هنا في مهرجان الإبل لنشر ثقافة الوقاية من مخاطر الصحراء. جمعنا أكثر من 50 فكرة ذكية تبقيك بإذن الله على قيد الحياة لو فقدت في الصحراء. نريد أن ننشر هذه الثقافة، وفرناها عبر بروشور وعبر لوحات مرئية. الزوار ولله الحمد نجد اهتمام كبير في معرفة هذه الثقافة، لأنهم سمعنا قصص مؤلمة عن ناس يعني فقدوا في الصحراء، فقدنا ناس غالين على قلوبنا. الوعي أصبح أكبر، الاهتمام أصبح أكثر أهمية بالوقاية قبل أن نصل إلى مرحلة كيف العلاج. فريقنا فريق الحمد لله تطوعي، يضم نخبة من قصاصي الأثر، الطيران الشراعي، استخدام طيارات الفانتوم، أجهزة الاتصال اللاسلكية التي لا تعتمد على أبراج الاتصالات المرخصة من هيئة الاتصالات. باشرنا ولله الحمد أكثر من 10 حالات، أغلبها تكللت بالنجاح، وعثرنا على المفقودين. آخرها أمس مفقود جنوب حوطة بني تميم ولله الحمد عثر عليه في الساعة 3 فجرا. جميع أعضاء الفريق متطوعين. من أهداف الفريق الاستراتيجية هي المساهمة الفعالة بتحقيق الهدف الاستراتيجي لرؤية 2030، والذي نص على زيادة عدد المتطوعين في المملكة إلى 1,000,000 متطوع بحلول عام 2030. نبعث رسالة بحجم الصحراء لكل مرتادي الصحراء، مهما كنت محترف لا تأمن الصحراء، اعقلها وتوكل وافعل الأسباب. شكرا لتحت الفرصة. احنا قبل أن نختم معاك، أنت تقول عندكم أكثر من 50 وقاية تنشرون، أو أكثر من 50 فكرة. طيب لو تعرفنا على فكرة أو فكرتين من هالأشياء. أنا أدري أن 50 فكرة طويلة عليك شرحها بلا كتيب كامل، ولكن لو تشرح لنا فكرة أو فكرتين منها يعني. الأهم، الفكرة الأهم هي تصحيح بعض المعلومات المغلوطة، مثل رقم 112. الكثير يتوقع أن هذا الرقم مسعف في أي وقت تحت أي ظرف في أي مكان أو زمان بينقذ بعد الله عز وجل. الرقم هذا لا يعمل خارج نطاق التغطية تماما، فلا تعتمد عليه. لا يعمل إلا في منطقة فيها أي تغطية من أي شركة اتصالات. البديلة، ممكن استخدام مراية السيارة. قم بكسر مراية السيارة وقم بإشارة تقطعية للطائرات، الطائرات المدنية. جميع كباتنة الطائرات مدربين ودارسين أن هذه الإشارة تعني أنقذوا حياتنا. إشارة تقطعية من مراية السيارة، مجرد ما يرقبك أي طائرة مدنية أو حربية حيبلغ عن إحداثيات مكانك للجهات المختصة، وبإذن الله ساعات حيكونون عندك. ممكن تستفيد يعني لو تجاوز يوم بقائك في الصحراء، قم بحرق استبنة السيارة، الكفر الاحتياطي، لأنه حيستمر بالنار فترة طويلة جدا وسيجلب البعيدين. بالنهار طبعا، بالنهار. النصيحة الأهم، لا تبعد عن سيارتك مهما كان، ابقى دائما عن سيارتك إلا إذا كنت تعرف المكان واضح 100%، أو أنك ترى المدينة أو القرية أو مخيم أو راعي بجوارك. أما إذا كنت ما تعرف شيء، الصحراء متشابهة، لا تغامر أبدا، لا تبالغ في ثقتك بخبرتك بالصحراء. الصحراء تحتاج إلى الحذر، ومهما بلغنا من المعرفة والخبرة ما نحتاج أكبر من ذلك من الحذر. اعقلها وتوكل وخذ بالأسباب. شكرا أخوي على ظهورك معنا لك، وشكرا لإتاحة الفرصة. والإعلام شريك رئيسي في نشر ثقافة الوقاية من مخاطر الصحراء.
شكرا لك. الله يعطيك العافية. أعزائي المشاهدين، يتواجد معك راجح بن شباب بن جروان، رحب فيك معنا بجائزة الملك عبد العزيز للمهرجان. الله يبارك فيك، وفرصة سعيدة طال عمرك. وحنا فرصتنا أكبر أن التقينا معك، نبي كلمة عنك، كلمة بالمهرجان. نعم. وزواره والفعاليات المصاحبة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. يطيب لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على مواقفهم البطولية وقراراتهم الحكيمة، ومن تلك القرارات إنشاء هذا المهرجان العظيم الذي يحتوي أبناء المملكة العربية السعودية وجمهور الإبل في الجزيرة العربية. وما شاهدته في سائلنا الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتهم الحكيمة. هذا من جهة. من الجهة الأخرى، فإن ما شاهدته في هذا المهرجان له أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز. فكل من يفد إلى هذا المكان سواء كان زائرا أو بائعا أو مشتريا يجد ما يحتاجه في هذا المكان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمار ولاة أمرنا، وأن يحفظ الملك وولي عهده، ويديم على بلادنا الأمن والاستقرار. ونقول لهم إلى الأمام، وشعبكم السعودي يسير خلفكم وتحت قيادتكم. شكرا لك على هذه الكلمة الطيبة، وشكرا لك على ظهورك معنا عبر قناتنا. وأنا أشكركم في قناة المرقاب، وفرصة سعيدة وهي أتت بالصدفة، فأتمنى لكم كل خير. والصدفة أحلى من خير من الف ميعاد. شكرا جزيلا. يا هلا بك. هلا، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، نحن الآن نتواجد بالقبة الحديدية التي توجد فيها أطول ناقة في العالم، ويقال أن طولها يتجاوز 2.90 متر. ويسعدنا أن يتواجد معنا الأستاذ محمد القريني، فمرحبا فيك معنا، ونبي تعرفنا عن الناقة وطولها ومن أي منطقة. يا مرحبا، نرحب فيكم في فعالية نوادر وأنواع الإبل. الناقة الطويلة من منطقة حائل، مالكها سلطان الرشيدي، يبلغ طولها من الكتف 240 سنتي، ومن أعلى السنام 3 متر. إن شاء الله في موسوعة جينيس تم قبولها، وقبل نهاية المهرجان سيتم اعتمادها كأطول ناقة في العالم. شكرا. طيب أخوي سلطان، لو أنك تعرفنا على الفعالية الإبل الموجودة عندكم، أبو سنمين وأبو فعاليات. عندنا هنا إبل الطوارق، طبعا الإبل من شمال أفريقيا، المغرب وموريتانيا ومالي، تتميز باللونين والأعين ذات اللون المائل للزرق. أحضرنا الإبل من مزرعة نوفا، مزرعة الأمير سلطان بن محمد، مشكورا وافق بمشاركتها معنا في المهرجان. كذلك لدينا الجمل الصيني ذو سنمين، يتواجد في الصين واستراليا وشرق آسيا، مشكورة الأمانة العامة بحديقة الحونات بالرياض شاركت معنا بالجمل. كذلك لدينا أقصر جمل، طوله تقريبا 125 سنتي إلى الكتف، من منطقة القصيم، مالكه محمد التويجري، جمل قصير كما تشاهدون، وإن شاء الله نرفع أوراق الموسوعة جينيس كأقصر جمل في العالم. كذلك في نوادر الإبل أحضرنا أنواع الإبل وألوانها، فأحضرنا الألوان المتواجدة في السعودية كتوضيح لما عندهم معلومة عن الألوان، ألوان المجاهيم، ألوان الوضح، ألوان الشقح، ألوان الشعل، ألوان الحمر والصفر، جميع ألوان الإبل في المملكة العربية السعودية. وهذه لون مجهم كما تشاهدون، ويندرج من ألوان المجاهيم اللي هي الملحة والصهباء والزرقاء، اللون السوداء الغورية، وهنا لون الشعل.
كذلك لدينا لون الوضح هناك والحمر، جميع ألوان الإبل، الصفر هي الناقة الأطول. أعزائي المشاهدين، يتواجد معنا أحد المشاركين من دولة الهند اللي أعطانا بعض الحركات للإبل. دعونا نحن وياكم نرى ماذا يفعل من حركات. نرحب فيك معنا بقناة المرقاب ونتعرف عليك. رميح محمد، رميح الشبوي القحطاني. ونعم اخوي رميح. رميح، كيف الطريقة اللي انتم تطبعون الابل عليها بهذه الطريقة؟ والله هذه طال عمرك تعلمناها من الاجداد، واشكر حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين على اقامة هذا المهرجان العظيم وتشجيعه للبادية، وهذا اللي يدل على تجمع القادة مع المواطنين ولاة الأمر. طيب ولي عهده الله يطول عمره، وهذا تعمرك الترويض والتطويع من طباع أهل البل اللي يروض ويطوع والهجيج وأمور واجد في البل تعرف أنت ما تخافك. طيب مثل العملية اللي انت سويتها الآن أمامنا، جميع الإبل تطبقها إذا طبعت عليها ولا في إبل عن إبل؟ هذه تعمرك تطبع على الرحايل والرحول والدبدوب وتطويع تطبيع البل في حالة هجيج أو سباق أو زي كذا. نعم. شكرا لك. يا مرحبا، وأنا شاكر قناة المرقاب الشكر الكبير، الله يطول عمرك. شكرا لك. تبرق أسألكم ثاني مرة. يلا معاك. ونشرح لك مشاعرنا لو ان شعورنا مخبو، شعور الصادقين المخلصين اكيد ما تخفى، شعور الصادقين المخلصين اكيد ما تخفى. كهنا يا بلادي في ظلال البرق المنصور، عسى اللي ما يحبك. كذلك لدينا في مهرجان الملك عبد العزيز للابل فعالية النقش والزخرفة على الابل، لدينا مختصين من الهند في الزخرفة والنقش كما تشاهدون على الإبل. أعزائي المشاهدين، نحن الآن نتواجد في منطقة النحت على الرمال بالطريقة الهندية، وكما ترون مرحبا ويلكم بالإنجليزي، وهي بالطريقة الهندية بجائزة الملك عبد العزيز للإبل. نعم يا موطني يسور، يا كبر الكون لكن والله ان ما نحب سواك، يا كبر الكون لكن والله ان ما نحب سواك. ونشرح لك مشاعرنا لو ان شعورنا مخبور، شعور الصادقين المخلصين اكيد ما تخفى، شعور الصادقين المخلصين اكيد ما تخفى. كهنا يا بلادي في ظلال البرق المنصور،